راكم بخير وعلى خير، عواشركم مبروكه ان شاء الله باش ما تمنوا ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله بغيت نحضر معكم واحد البريوش كيجي زوين بزاف وسهل، سهل بزاف وكيجي بحال القطن. المهم عندي في المقادير هنايا عندي بيضه، عندي 3 المعالق ديال السكر سنيده، عندي 2 ساشيات ديال الفاني، عندكم السائله ديروا معلقه، عندي هنا معلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز، معلقه كبيره ديال الزبده بحراره بدرجه حراره المطبخ، كاس ديال الحليب يكون بحراره ديال المطبخ، وكاس ديال الزيت ما عامرش، وعندي هنايا 4 ديال الكيسان اونص ديال العنبه ديال الطحين. وغادي نشوفوا على حسب الحجم ديال البيض، على حسب واش الدقيق كيشرب لينا ولا لا. المهم خليكم معايا ندوزوا لطريقه التحضير. في اناء غادي ندير السوائل كاملين، الحليب والزيت وبيضة. ساشيات ديال الفاني. خميرة. وسكر سنيدة. الملح كندير راس معلقة، ماشي غير قبيصة صغيرة. نحاول نخلط بالضرب اليدوي. هاد البريوش الا بغيناه يجينا مزيان وناجح ما نديرولهش الخمارة ديال الحلوة باش ما يقصحش لينا، غير خمارة ديال الخبز. نحاول نغربل الطحين، ندير غير قياس بقياس. هذا ما كيحتاج لا دلك لا والو. نحاول نضيف غير هي شويه ديال الدقيق. نحاول نزول هاد الخلاط يدوي ونجمع بيدي، هي غادي تكون كتلصق لينا في اليدي ولكن هذاك هو المطلوب. مازال ما ضفتش ديك الزبده، خصني حتى نحصل على القوام اللي بغيت. هزات لي 3 ديال الكيسان ديال العنبه، نحاول ندخل هاد الزبده هادي فيها.
ورجعنا من بعد ما خمرت العجينه وتضاعف الحجم ديالها، غادي نزولها من هذا البول هذه اللي فيها، وغادي نزول من هذاك الهواء. غادي نستعنوا بالدقيق، من بعد ما زولت الهواء في العجينه قسمتها على جوج ديال الكريات، غادي ندير جوج ديال الشكيلات. غادي نحاول نستعين دائما بالدقيق لحقاش العجينه كتلصق. نحاولوا نورقوها على شكل مستطيل، هي اصلا كتعطينا الطوع. صافي على هذا الشكل هذا، ما تكونش رقيقه بزاف على هذا الشكل، السمك ديالها كيجي على هذا الشكل. انا غادي نستعمل هذا الشوكولاته، هذا الشوكولا بالحليب، نتوما ممكن انكم تستعملوا اي نوع كتفضلوا. غنحاول نديرو بحال هكا، ونجي لهنايا غادي نحاول ندير خطوط. الى عندكم ديك الجراره هي غادي تعاونكم. من بعد ما درت الخطوط غادي نحاول نصفي على هذا الشكل هكا. غادي نجيب المول ديالي، دهنته بالزبده ودرت ليه ورق ديال الطبخ، غادي نحاول ننزل فيه الشنيك ديالي. وغادي نغطي عليه ونخليه يخمر حتى يتضاعف الحجم ديالو. العجينه الثانيه غادي نحاولوا نديروا بريوشات صغيورين، يعني غادي نقطعوا هذه نحاولوا نخرجوا منها. نحاولوا نقطعهم بالتساوي، نديروهم كويرات صغار.
هادو غادي نديروهم بحشوة ديال كريم باتيسري بنكهة ديال الحامض، غادي نستعينو بالقليل من الدقيق غادي نحاول نرققها هكا على شكل طولي. على هذا الشكل هذا، وغادي نجي حتى لهنايا وغادي نقطع، ما غاديش نوصل، غنحاول نقطع هاد الجوانب هادو ولكن من هنا ما نقطعش. كناخذ لا كريم باتيسي بحال اللي صوبنا في لي شنيك والبان سويس، غير هادي كنحك حامض اولا الليمون، نتوما اي نكهه تبغيو. وعصرت حامضه، حكيت القشره ديال الحامضه وعصرتها، تطابت وتقالت عاد ضفتهم ليها صافي، وكنديرها في الثلاجه تبرد وهي اللي كنستعمل. صافي كنديروها على هذا الشكل هذا، كنحاول نقدها وكنديرها في اللاط باش تخمر. كنستمر بنفس الطريقه، نعاود معكم وحده دير خطوط أربعة ولا ثلاثة المهم على حساب. وكناخد معلقة ديال كريم باتيسيي ما تكتروش باش ما تخرجناش في الجوانب، صافي. وكنحاول نغلق لحقاش الكريمة ما كنوصلهاش للجوانب، صافي كنبدا نضغط على العجين من الجوانب باش تسد، كتجي على هذا الشكل هذا. كيجيو على هذا الشكل هذا، حاولوا ما تقربوهمش من بعضياتهم لحقاش راه كيتنفخوا وغادي يتلاصقوا. فاش غادي يضعف الحجم ديالهم غادي ندهنهم بصفر بيضه ونرجع معكم. من بعد ما تضعف الحجم ديال البريوش ديالنا الكبير، انا درت هنايا صفر بيضه مع قبيصه ديال الكاكاو المر شويه، غنحاول ندهنها. شعلت الفران يسخن، نحاول ندهنها هي بشويه. ملي دهنتها غادي ندخلها للفران تطيب ان شاء الله ونرجع معكم. بعد ما تضاعف لي الحجم ديال هاد البريوش هذا دهنتهم وتا هما غادي ندخلهم للفران. خرجنا البريوش ديالنا من الفران كيجي على هذا الشكل، كيجي خفيف خفيف بزاف بزاف بزاف، ما تصوروش قداش، وما كيخرجش لنا داك الشوكولا. هذا بريكوش ناجح ناجح 100%، غير جربوه، كيجي هشيش هشيش بزاف.
كيدوب في الفم. البريوش الثاني كيخرج اللي عملناه بالكريم باتيسري كيخرج على هذا الشكل. هذا دهنتو شويه ديال الناباج. هذا خلاص صافي، راه كلاو منه البنات. كيجيو زوينين بزاف، كيجيو هشاشين، كيجيو زوينين بزاف وخفاف وهشاش. نتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم وتنال الاعجاب ديالكم. انا نفتح لكم وحده. كتجي خاويه من الداخل ديك الكريمه، تناولهم بالصحه والراحه ان شاء الله. الى مازال ما اشتركتوش في القناه نتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم ديروا لي لايك ودعموني، وبسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.